اليوم رح نعمل جبنة الدهن اللذيذة اللي بنتناولها على الفطور أو العشاء، أو بنعمل منها سندويش للأولاد. رح نعملها بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة. تابعوا معي الفيديو أحبائي، ويا أهلا وسهلا فيكم، بتنوروا قناتي من أي مكان عم تتابعوني فيه، وبتشكركم كتير على تعليقاتكم الحلوة وعلى دعمكم للقناة. بالنسبة للمكونات، عندي كاسة من اللبن الزبادي، ونص كاسة من الحليب السائل العادي، وعندي معلقتين كبار من الحليب البودرة، يعني معلقتين كبار هرميات لازم يكونوا، ومعلقتين من جبن الدهن، ومعلقة من عصير الليمون، معلقة كبيرة. هلأ ضفت رح أضيف المكونات فوق بعض. ضفت اللبن وبعد الحليب، وهي الحليب البودرة. كل ما كانت طبعا نوعياتهم كويسة، مثلا الحليب البودرة والجبنة اللي بدي أضيفها، كل ما كانت نوعيتهم والدسم كامل بتطلع النتيجة معانا أفضل. فهون عم أحركهم مع بعض، وهلأ رح أضيف الجبنة اللي عندي، جبنة الدهن كمان هي. ومثل ما قلت، يعني النوعيات الكويسة بتطلع النتيجة أفضل. ومعلقة من عصير الليمون. وهلأ رح أحرك ها، ورح أحط كمان هوني معلقة صغيرة من الملح، وبتابع تحريك. وهلأ بستخدم الهاند بلندر، أو ممكن تعملوه بخلاط الكوكتيل، لأني هلأ بدنا نضيف نحن الزيت. رح نضيف الزيت بالتدريج، يعني مثل على شكل خيط بننزله. وهون الكمية يعني حسب ما يتقل معاك القوام، ممكن تاخد معاك نص كاسة أو أكتر. منضل يعني منضيف الزيت بشكل هيك تدريجي حتى يتقل عنا القوام، قوام هالخليط هاد. مثل ما شايفين هيك عم بضيف وبحرك. هلأ هوني تقل عندي القوام، وطبعا هلأ هو هلأ هيك ما ببين تقل نهائي لحتى نحطه بالبراد، فرح أحطه بالبراد أقل شي ساعتين أو 3 ساعات يضل حتى يتقل قوامه. هلأ هيك بعد ما طلعته من البراد بعد ساعتين، شوفوا كيف تقل عندي القوام، وبكل سهولة هلأ هيك صارت عندي الجبنة جاهزة. وشوفوا على هاللون، ما شاء الله اللون الأبيض طلع عليها. ومثل ما شفنا يعني كتير طريقة سهلة، ومكونات موجودة عندنا، ومكونات قليلة يعني جدا اقتصادية. هاي الطريقة بجد إذا اعتمدتوها كتير اقتصادية، ونتيجتها كتير حلوة. هلأ هون أنا حطيتها احتفظت فيها بعلبة تحتفظي فيها بالبراد. شوفوا ما شاء الله على القوام. وميزتها هي النوع هاي الجبنة، انه بتضل عندك عدة اسابيع بالبراد، لانه مواد الحافظة يعني منها وفيها، من الليمون اللي حطيناه ومن لبن الزبادي، فمواد الحافظة موجودة. هلا هيك اذا نعمل منها سندويش للاولاد، منا نتناول على فطور على عشاء. مثل ما شايفين اعطتني كمية وفيرة، ويعني يمكن 5 دقائق ما بتاخذ معك طريقة تحضيرها، وبعدين بتحطيها بالبراد لتجمد وبتكون جاهزة لأنه نتناولها. فممكن تعمليها على توست، ممكن على خبز، ممكن يعني تتناوليها بالطريقة اللي بتحبوها لكم لأولادكم. فبنصحكم تجربوا هالطريقة، وإذا عجبتكم هالنتيجة لا تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة، وشكرا لحسن المتابعة.